أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد الرئيس على مساندة مصر لجهود الجيش الليبي ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وقد أكد الرئيس الفرنسي أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية.